اللي ينعقد بشكل مباشر يومي قاعد يعطينا المعلومات الأولية. نبي نواكب هذه الأحداث حتى في التوعية. نشوف هذا الوباء وباء عالمي، وباء منتشر، كل يوم قاعد يطلع متغيرات جديدة، يجب أن نواكب هذه المتغيرات في الرسالة الإعلامية، ونحرص ونكرر على عدم السماح من خلال الرصد اللي موجود عندنا في وزارة الإعلام وقطاع المرئي والمسموع بأي محاولة لبث الإشاعة أو أخذ المعلومة من غير مصدرها الرئيسي.